السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة طلبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم مرة تانية مع حل كتاب الأضواء جم الصف الثاني الإعدادي 2025. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع حل تيست أون يونت 1، التيست اللي على الوحدة الأولى، وكمان هنكمل مع أسئلة البابل شيت وكده يبقى خلصنا الوحدة بتاعتنا إن شاء الله. طبعا شكل ما عارفين الامتحان بيبدأ بالسؤال الأولاني وسؤال الاثنين، المفروض إن أنا بقرأ الأسئلة كويس وبعد كده بستمع للمدرس بيقوله لي وبعد كده بحل الأسئلة بتاعتي. لو بصينا هنا حبايبي في الليسننج تكست بيقول لي سميرة's daily routine is the same every day، يعني الروتين بتاع سميرة اليومي هو نفسه كل يوم. She usually gets up at 6:30، بتصحى الساعة 6:30. She has breakfast and her parents drive her to school while they are going to hospital. بتتناول الفطار مع باباها ومامتها وبيوصلوها للمدرسة وهم رايحين المستشفى. هيبقى هنعرف من هنا ان هم شغالين في مستشفى. In the afternoon Samira has lunch alone and then does her homework. يعني بعد الظهر بتناول غدا لوحدها وبعد كده بتعمل الواجب. In the evening she likes to watch TV on the sofa. بتحب تشاهد التلفزيون من على الأريكة. طبعا هنا حبايبي بقى في السؤال الاولاني بيقول what Samira talking about، يعني يا سميرة بتتكلم عن ايه. طبعا لو بصينا بتصحى الساعة كام وتروح فين وبعدين تيجي منين وتعمل ايه، كل ده her daily routine. her daily routine هنشوف number 2 بيقول when does Samira get up. طبعا شكل ما شفنا ان هي بتصحى الساعة 6:30 صباحا، دي مديها لي 6:30 مساء، خلي بالك عشان ما تستعجلش وتختارها. الساعة 6:30 صباحا AM. نمبر 3 بيقول what are her parents job. طبعا قلنا ان هما قبل ما يروحوا المستشفى يبقى اكيد هما doctors يعني اطباء. نمبر 3 بيقول what does Samira like doing on her sofa. بتعمل ايه على الاريكه. شكل ما شفنا حبايبي ان هي بتحب تشاهد التلفزيون، يبقى اكيد هقول watching TV، يعني watching TV. تعالوا يلا حبايبي نشوف مع بعض سؤال المحادثه. احمد بيكلم كمال، بيقول لي كمال is telling احمد about his bedroom. بيكلمه عن غرفه النوم بتاعته، بيقول له do you live in a house. فرد عليه I live in a house with a large garden، يعني انا عايش في منزل بحديقه كبيره. فبقول له فانتاستيك، رائع. وبعدين ساله سؤال له we have got three rooms، عندنا ثلاث غرف. فقال له have you got a bedroom of your own، يعني انت عندك غرفه نوم لوحدك. فرد عليه وقال له I share a room with my sister، ده انا بشاركها مع اختي. فساله سؤال قال له I like my bedroom because it has a big window and a wardrobe. قال له are there any curtains in your room. فرد عليه كلام بسيط خالص وسهل، هقول له do you live in a house. اكيد طبعا هقول له yes I do. اشمعنى ايه ما قلتش نو، عشان قال له انا عايش في منزل بكمان حديقه. قال له fantastic، قال له we have got three rooms. قلت حبايبي لما اسال عن العدد بسال بكلمه how many بس كده، هقول له لا، how many لازم يجي وراها اسم الشيء اللي انا بسال العدد بتاعه، فلازم اقول how many rooms. طيب قلنا have جاي وراها got، يبقى خدها على طول، يبقى have ووي هتطلع يو وكمل got، يبقى how many rooms have you got. عندكم كم غرفة؟ قال له ثلاث غرف. قال له have you got a bedroom of your own. طبعا هنا لازم يقول له no I haven't. طب ليه ما قلتش yes I have، عشان قال له انا بشاركها مع اختي. فسأله سؤال قال له I like my bedroom because. قلت طالما الاجابة because حبيبي يبقى السؤال على طول بو why، لماذا؟ فعل هنا في المصدر يبقى جيب دو. طب اي اللي هتطلع يو، يبقى why do you like، بس ماي بتطلع في السؤال your، يبقى why do you like your bedroom، يعني ليه انت بتحب غرفة النوم بتاعتك. فبقوله are there any curtains in your room، هل في اي ستاير في الغرفة بتاعتك. اكيد طبعا هقوله yes ويطلع يبدل حبيبي، فتبقى yes there are. تاني yes there. هنشوف سؤال قطع الله حبيبي، بيقول لها I'm Aya my bedroom is wide and bright. بيقول لي انا اسمي ايه والغرفة بتاعتي واسعة وكمان مضيئة. I keep it clean and tidy because it is my favorite room in the house. يعني انا بحافظ عليها نظيفة ومرتبة لانها غرفتي المفضلة. يبقى اذا لازم اخلي بالي اتدي عايدة على مين؟ اكيد عايدة على my bedroom. فبتقول its walls are white and the floor is brown. الحيطان بتاعتها لونها ابيض والارضيه لونها بني. On the floor there is a big blue carpet، يعني على الارضيه في سجاده زرقاء كبيره. I have two sofas، عندنا كنبتين اتنين. A table ترابيزه and an armchair، وكرسي بزراعي. I also have a small chest of drawers where I put my clothes، وانا عندي خزانه ملابس بحط فيها اللبس بتاعي.
I enjoy reading, so there is a bookshelf with many books on it. أنا بحب القراءة فعشان كده عندي رف كتب أو خزانة كتب فيها كتب كتير. On the bookshelf there is a vase يعني في فازة أو فاز with small plant and an old clock يعني فيها نبات صغير كده وساعة قديمة. There are two windows and both of them have got lovely curtains بيقول في عندي شباكين اتنين والاتنين عليهم ستائر جميلة. I made myself أنا عملتهم بنفسي. I like to read and have fun in my bedroom يعني أنا بحب أقرأ وكمان أستمتع في غرفة نومي. It's warm and comfortable يعني هي دافئة ومريحة. Number one بيقولي What's the main idea of the passage يعني إيه هي الفكرة الرئيسية للقطعة. طبعا القطعة دي كلها بتحكي عن غرفة النوم بتاعت آية فإذا هقول آيز حط الآية دي أبصر في إس الملكية قول آيز بيد room يعني غرفة النوم بتاعت آية. What does the underlined pronoun it refer to it دعيد على إيه؟ نفس الكلام برضو هي هي آيز bedroom غرفة النوم بتاعت آية. طب تعال نشوف نمبر 3 بولي Why do you think آية likes to read and rest on her bedroom بولي ليه أنت بتعتقد أن آية بتحب تقرأ وترتاح في غرفة نومها؟ طبعا هقول الإجابة اللي هو الهالي في آخر حاجة خالص هقول because It's warm لأنها دافية and comfortable يعني مريحة. تعال نشوف حبيبي سؤال الاختياري بيقول لي ايه puts her books on a بتحط الكتب بتاعتها فين؟ طبعا قلنا on a bookshelf. bookshelf يعني رف كتب او خزانة كتب. تعال نشوف number 5 بيقول لي the word a in the passage is similar يعني مشابه in the meaning في المعنى to beautiful يعني مشابهة في المعنى ل جميل. طبعا اكيد ان الكلمة اللي بتساوي beautiful جميل هي lovely ولovely برضو معناها جميل او محبوب. تعال نشوف نمبر 6 بيقولي there is a big a carpet on the floor قلنا السجادة اللي على الارضية لونها ايه؟ طبعا شكل ما قلنا لونها blue blue حبايبي معناها ازرق. تعال نشوف حبايبي يلا سؤال اختياري بيقولي نمبر 1 the tour guide gave us a wonderful a of the ancient castle we visited بيقول لي ان المرشد السياحي اعطانا ايه رائع عن القلعه القديمه اللي احنا زرناها. طبعا كلمه description بمعنى وصف يبقى وصف رائع. topic يعني موضوع blog يعني مدونه object بمعنى شيء. تعال نشوف نمبر 2 بيقول لي we went early to a the first bus to cairo طبعا يلحق الاتوبيس اسمها catch. طب ما فيش catch يبقى take the bus يعني ياخد الاتوبيس. تعال نشوف نمبر 3 بيقول لي he watches football matches on an internet طبعا بيشاهد مباراة كرة القدم على ايه على الانترنت اكيد ويب سايت وكلمة ويب سايت حبايبي معناها موقع على الانترنت. تعال نشوف نمبر 4 بيقول we have a in our garden and we use it to water our plants عندنا ايه في الحديقة وبنستخدمها عشان نروي النباتات اكيد طبعا تاب والتاب حبايبي معنى احنا فيه انما تيب يعني شريط لاصق وتاب دي يعني تابلت والتيب بمعنى نصيحة. تعالوا يلا حبايبي نشوف بيج 45 بيج 45 يكمل لي التمرينات اللي على الاختياري بيقول لي there is a brown a on the floor of the living room اكيد طالما على الارضية هتبقى ايه هتقول لي هتبقى كاربت وكاربت حبايبي بمعنى سجادة. تعال نشوف نمبر 6 بيقول I like to eat English by reading books and listening to songs in English انا بحب اعمل ايه في الانجليزي بالقراءة والاستماع يبقى دي اكيد براكتس وبراكتس حبايبي معناها مارس الانجليزي. تعال نشوف نمبر 7 بيقول my mother keeps her clothes in a big A بيقول ماما بتحتفظ بالملابس بتاعتها اكيد فين حبايبي في الوردروب وردروب يعني دولاب الملابس انا اللي كبير كمان لكن لو صغير يبقى chest of drawers. تعال نشوف نمبر 8 بيقول students in classes during the break بيقول ان الطلبة ايه في الفصول اثناء الفسحة طبعا في الفسحة اكيد كلهم بينزلوا يبقى اذا عمرهم ما بيقعدوا. طب الفكرة شكل ما قلنا ان ظرف التكرار بيجي قبل الفعل مش بعده فاذا ما ينفعش اقول stay always ولا ينفع اقول stay never فانا عندي never stay و always stay طبعا اكيد never stay. تعال نشوف نمبر 9 بيقول لي should I eat up my room today طبعا هنا should فعل ناقص والفعل الناقص بيجي ورا مصدر فلازم اقول tidy up tidy up. نمبر 10 بيقول لي how do they watch TV قال لي every evening يعني كل مساء طبعا هنا حبايبي ده يعتبر ظرف من ظروف التكرار فبالتالي لازم اسال بهاو اوفن هاو اوفن معناها كم عدد المرات. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال التصحيح بيقول لي do you study Arabic tomorrow
No, I won't. هنا بقى مهم جدا ان انا اشوف الاجابه. الاجابه بكلمه won't. won't دي حبايبي اللي هي will not، يعني الفعل المساعد بتاعي هنا مين؟ will، فهقول له will. اوعى بقى تقول does. تعال نشوف نمبر 2، بيقول لي she goes always to work early. طبعا قلنا ان ظرف التكرار بيجي دايما قبل الفعل ما عدا فيرب تو، يبقى لازم اقول always goes. تعال نشوف نمبر 3، بيقول لي I usually spending time with my cousins on Saturdays. طبعا usually ظرف تكرار يبقى الكلام مضارع بسيط، يبقى اذا مصدر او فعل في اس يبقى لازم ارجع للفاعل I. I بيجي مع ايه؟ هتقول له I بيجي معها مصدر فلازم اقول spend. نمبر 4 بيقول لي why he shout at you yesterday. طبعا yesterday من علامات الماضي، طب شاوت فعل فين؟ هتقول لي فعل في المصدر يبقى لازم اجيب did، يبقى اقول why did he shout at you yesterday، يعني ليه هو زعق لك امبارح. طبعا هنا حبايبي جايب لي ايميل بيقول write an email of 90 words to your pen friend Dan to tell him about your family house. Your name is Adam and your email address is adam@gmail.com. Your friend's email address is dan2020@gmail.com. طبعا حبايبي قلنا في الايميل لازم اقرا راس السؤال كويس جدا، ليه؟ لان هيبقى مديني فيه الايميلز، يعني عناوين البريد الالكتروني بتاعتي وكمان بتاعت صاحبي اللي انا هبعت له الجواب، وكمان اسمي، وكمان اسم صاحبي اللي انا هبعت له الجواب، وكمان راس الموضوع. راس الموضوع اللي هو your family house. طبعا هنا ليه؟ لان الكلام ده كله انا هحتاجه وانا بكتب الايميل. طبعا الايميل شكله ما احنا عارفين from to subject، ده يمة ايه يا حبيبي؟ يمة الشمال. from يبقى هكتب الايميل بتاعي انا اللي هو adam@gmail.com. طب to مين؟ هكتب اكيد دان. خلي بالك ان مفيش حروف كابيتال ابدا في العناوين. dan2020@gmail.com. يبقى الكلام ده انا جبته منين؟ جبته من رأس السؤال. طب السبجكت الموضوع، اكيد الموضوع برضو هيبقى من رأس السؤال، وقال لي your family house. هنا بس your هحولها لmy، فاقول my family house يعني البيت بتاع اسرتي. قلنا بقى حبايبي في حاجات ثابته في اي ايميل لازم اكتبها، اللي هي دير والاسم او هاي والاسم. طبعا دير وهكتب طبعا دان، هنا بقى هكتب حرف كابيتال عادي وكما وانزل. قلت لازم اسال هاو ار يو، يعني كيف حالك، وبعدين بعد ما اسال هاو ار يو اقول له ام هابي، يعني انا سعيد. تو send you this email، يعني انا سعيد ان انا ابعت لك الايميل ده. وبعدين برضو كل ده ثابت يعني احفظه واكتبه في اي ايميل. وبعدين اقول I would like، يعني انا اود، to tell you about، يعني اريد ان اخبرك عن. برضو دي ثابتة في اي موضوع، اغير بس على حسب رأس الموضوع. هو my family house. وبعدين بقى ابدأ اوصف المنزل بتاعي شكل ما قلنا، وبعد ما اوصف المنزل واكتب الجسم بتاع الموضوع بختم تحت حبايبي best wishes مع اطيب الامنيات، واقول yours وامضي باسمي انا واسمي مديهولي ادم، ويبقى انا كده خلصت الايميل. تعال نشوف حبايبي يلا اسئله البابل شيت. طبعا مديني اسئله بابل شيت بحيث لو جالي اسئله بابل شيت في الامتحان. الفكره كلها ان انا بحل برضو عادي، بس بدل ما انا بحط خط تحت الاجابه بعلم على الاجابه A او B او C، بلون الدايره بتاعتها. فانا بقول لي ايا از ديسكرايبنج هير روم تو جودي، فجودي بتقول لها هاي ايا، هاو ار يو توداي، يعني عامله ايه النهارده، ازيك النهارده يعني. فاكيد لما حد بيقول لي هاو ار يو توداي هقول له اي ام فاين ثانكس. المفروض بعد ما علمت على اي ام فاين ثانكس طلعت اي، او منزل بقى تحت في البابل شيت كده وعلم على ايه، احط دايره الون ايه. طب وبعدين بتقول لها دو يو هاف اني سيسترز، تقول لها هل انت عندك اي اخوات بنات؟ فقالت لها ايه، اي شير ا روم وذ هير، انا بشارك غرفه معاها. يبقى اكيد قالت لها يس اي هاف
one، لازم كده اقول one. ليه؟ لان بشارك غرفه معاها، ما قلتش yes I have بس. فسالتها سؤال، قالت لها it's really attractive with a big wardrobe. طبعا هنا طالما قالت لها ده هي جميله وجذابه وبدولاب كبير، يبقى سالتها عن الوصف، وانا بسال عن الوصف حبايبي بهاو، فاقول how is it. how is it يعني كيف حال هذه الغرفه. فسألتها سؤال تاني، قالت لها yes there are curtains and the color matches the carpet. بتقول لها ايوه في ستاير واللون بيتماشى مع السجاد. يبقى اكيد هي سألتها هل في اي ستاير، فين هل في اي ستاير، يبقى are there any curtains on the window. فبتقول لها what's the best thing about your room، يعني هو افضل شيء في غرفتك. يا ترى هتقول لها my room is attractive، جذابه، ولا the best thing about my room is the matching colors، يعني الالوان المتناسقه، ولا I share it with my sister، انا بشاركها مع اختي، ولا nothing. طبعا هنا الاجابه الافضل هي the best thing about my room، لان هي جايه من السؤال بالظبط، هقول is the matching colors. تعالوا نشوف حبايبي، يلا سؤال تصحيح الاخطاء. بيقول لي I going to an art class once a week. طبعا once عدد المرات ده لما يجي في الاخر اعرف على طول انه مضارع البسيط. يبقى انا عندي go وعندي goes، يبقى لازم ارجع للفعل I يجي مع مصدر، فلازم اقول go. number 2 بيقول لي it usually be very hot in summer. طبعا الدنيا بتبقى دايما ايه يا حبايبي، حر في الصيف. طبعا بي هنا قصده verb to be، يعني am او is او are. ليه؟ عشان في usually. طب اجيبه بعد usually ولا قبل usually؟ هقول لك لا، لازم يكون قبل ظرف التكرار. اقول it is usually very hot in summer. هنشوف number 3 بيقول لي she gets up early and having breakfast. قلت يا حبايبي and بتربط فعلين في نفس الزمن، gets فعل في اس، يبقى لازم اقول and has breakfast. تعالوا نشوف number 4 بيقول لي who do you use your tablet. قال لي always. حبايبي انا بسأل عن ظرف التكرار بكم عدد المرات، فين كم عدد المرات، how often. هنشوف نمبر 5 بيقول لي did they travel to Hurghada next summer holiday. خلي بالك ان next من علامات المستقبل، يبقى طبعا ما ينفعش اجيب did، اكيد هجيب well. شوف بقى حبايبي، انا خلصت هنا الاجابات. يعني ايه بابل شيت؟ يعني بعلم على الدايره اللي انا خدتها. يعني مثلا اول سؤال خدنا الاجابه ايه، فاروح جاي حاط الدايره على ايه، ملون الدايره كده كلها بالمنظر ده. طيب تاني سؤال، هتقولي تاني سؤال خدنا بي، يبقى الون بي بالمنظر ده، الونها كلها ما سيبش منها حاجه ولا سيب منها فراغ. طيب التالت اجابه خدنا دي، على طول اروح جاي ملون دي برضو، الونها كلها ما سيبش منها فراغ، الون دي. طيب رابع اجابه خدنا سي، عشان كده لازم الون سي. طيب خامس اجابه خدنا بي، فلازم الون بي. يبقى انا كده حليت البابل شيت، معناه ان انا بحط دايره بالحرف اللي انا خدته. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناه اشترك بسرعه، لو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جايه ان شاء الله. استنونا مع بدايه الوحده الثانيه في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، واللي عنوانها How are you feeling؟ كيف تشعر؟ شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.